بكل تأكيد هناك اهتمام كبير بعودة سلطان النيادي ونجاح مهمته في المهمة التاريخية كأطول مهمة عربية لرائد فضاء عربي في محطة الفضاء الدولية. هناك اهتمام على المستوى الرسمي وأيضا اهتمام على المستوى الشعبي بمثل بهذه الرحلة التي قام بها سلطان النيادي سواء اليوم أو حتى أثناء تواجده على محطة الفضاء الدولية كما تابعنا خلال الستة أشهر. عبد الله فقط دعني أنوه لهذه اللقطات المباشرة لنزول رائد الفضاء الإماراتي سلطان نيادي وذلك بعد عودته إلى الأرض وبعد مهمة استمرت لستة أشهر في الفضاء. في هذه الأثناء نتابع هذه الصور المباشرة لنزول رائد الفضاء وخروجه من الكبسولة الإماراتي سلطان النيادي. إذن نتابع عملية نقله من أمام الكبسولة. نذكر أن هذه الصور المباشرة هي من فلوريدا. عملية عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان نيادي إلى الأرض. ونعود مرة أخرى إليك عبد الله. نعم بالتأكيد يعني كما ذكرت وكما تابعنا خلال الستة أشهر الماضية التي قضاها سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية متابعة الجماهير خلال اللقاءات المباشرة التي كان يقوم بها سلطان النيادي وأيضا الإجابة على أسئلة الجماهير والمهتمين بدراسة علم الفضاء والمهتمين أيضا بعلوم الفضاء الذين كانوا يحضرون خلال هذه الجلسات وأيضا يطرحون الأسئلة بشكل مباشر على رائد الفضاء الإماراتي ويجيب عليها. الأسئلة كانت تتعلق بتجربته وأيضا ما يشعر به أثناء تواجده على محطة الفضاء الدولية. هناك كما ذكرت متابعة على المستوى الرسمي الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي هنأ الشعب العربي والشعب الإماراتي بإنجاز هذه المهمة ووصول أو عودة سلطان النيادي إلى الأرض ونجاح هذه المهمة التي قام بها كأطول مهمة عربية في محطة الفضاء الدولية. بالإضافة إلى ذلك على المستوى الرسمي هناك متابعة لهذه المهمة على المستوى الشعبي والمستوى الإعلامي سواء الإعلام المحلي أو العالمي يتابعون ما تم تحقيقه بنجاح من قبل رائد الفضاء الإماراتي خلال رحلته على متن محطة الفضاء الدولية. نعم.